فايتر الاعلى المباراه. كان ذاك هدف جميل من قبل فاينالدوم، كان الهدف او كان فاينالدوم اللاعب الاحسن في المنتخب الهولندي، سجل هدفا رائعا. دامفريز هو المنقذ دائما، اعتقدت انها كذلك كان خطا من قبلي ولكن لم يكن خطا، ولربما اعتقدت ايضا انه سيكون في موقع التسلل ولم يحصل ذلك. اذا فيخورست انتقل حديث المنتخب الهولندي وسجل هدفا، وهذا هدف لا يشق من الغبار. يارمولينكو هدف جميل ايضا. ياموتشوك يسجل لصالح منتخب اوكرانيا كتوال. الهدف الاول لمنتخب اوكرانيا واستغلال ممتاز من مالينوفسكي لعمل الكره الكروس بشكل اكثر من ممتاز. اتكلمنا في المباراه الاولى على في مباراه النمسا لما الابا عمل الكره كروس بالشكل ده بتبقى صعبه جدا على المدافعين، قدر انه يسجل منها الهدف الاول. هدف الرئيسيه مهم حسن فيه الامور.